أي تفريق بين الركعة بين التكبيرة والثانية، لكن بعض العلماء قال يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويسأل في هذا اليوم الإنسان يجي من مكان ويطلع يمسح على الطواف الأيتام الشهداء أبناء الأسرى، لأنه كان يفعل هيك الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول يرضيهم ويفرحهم، لأن في الجنة بيتا يقال له بيت الفرح لا يدخله إلا من فرح صبية المسلمين، في رواية أيتام المسلمين. ولذلك أنت تطلع من البيت بالتكبير، والتكبير بيبدأ من صحيح يوم أول يوم من شوال من صلاة المغرب لعند صلاة العيد، بعد العيد فيش تكبير. العيد الأضحى التكبير من صحيح يوم عرفة إلى رابع يوم العيد لعند صلاة العصر. صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحب في العيد إن الواحد يجي مع الأولاد الصغار فرحهم، تبقى في المصلى تبقى في ملبس في شوكولاتة في زي هيك، يحبوا الأولاد كذلك ويحبوا إنه يطلع مع أبوهم صحية العيد. ويستحب كمان حتى الحيض والنفساء بيحضروا صلاة العيد بس ما يصلوش، وهذا بيؤدي إلى منظر جميل جدا. وفي أحد التصاوف اليهود كنت قرأت له وشفت له على فيديو مرة يقول أجمل ما في المسلمين في صلاة العيد إنهم بيكبروا مع بعض وتجمعهم تجمع كبير، هذا التصاوف اللي عندهم دين عندهم أخلاق اللي بيحبوا الإسلام بيحبوا المسلمين والديانة كلها. بس التصاوف الثاني الحاقدين الرهبان الحاقدين الأحبار اليهود الحاقدين ما هو كلام هذا. اليهود بصفة عامة لتجدهم أشد الناس عذاب الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن في مسيحيين محترمين زي بابا نويل هذا تبع بابا نويل منويل يعني تكلم صراحة في الإسلام وفي الدين وفي الصيام وفي الأعياد، وكان بيقول إذا منعوكم من المساجد فليس مفتوحة لكم فصلوا فيها وأذنوا فيها وصلاة الجمعة تعرفين. هذا في نوع من المسيحية اللي عايشين معنا الآن، مسيحيين قريبين من المسلمين، وربنا يقول عنهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، هذول لما بيسمع كلام الله بيشعروا بذلك. في ناس محتاطة يعني احنا بنقولش على كل المسيحيين عاطلين، الصليبيين اللي برضه حاطين هذول زي الأرثوذكس وتبعهم الإنجيليين هذول، هذول بيدعموا اليهود أكثر من اليهود نفسهم. هم هذول اللي بيعملوا المستوطنات وبيعملوا جبل المنيم لما اشتروه اشترى واحد من هذول الصليبيين. على كل حال يوم العيد فرحة مستحب يا اخوان تتصافوا مع بعض بينكم وبين الجرى اي مشكله من اللي بركه لده بينكم وبين اخوك توصلوا هذول قبل صلاه العيد، عشان احنا في اواخر رمضان انتهى بس احنا بدينا في شوال صلاه المغرب معناته بدايه شوال. افضل شيء تعمله تدخل سرور على قلب مسلم او بين مسلم، سواء كان بالكلام الطيب او اللسان الطيب او الاصلاح ذات البين، بحيث ان هذه الامه امه واحده كلها صبحيات تجتمع على الوفق والمحبه والاخوه بعد كثر الفضات والهجران، ويصبح يوم العيد يوم تلاقي ومحبه بين المسلمين. زي ما قلنا بتيجي من بيتك تقدم وفيش صلاه لا قبل صلاه العيد ولا بعد صلاه العيد، بس اللي بيجي مش يصلي صلاه الفجر راحت عليه الامه قبل يصلي اللي هو الفجر. لكن في الاصل فيش تحية مسجد ولا في صلاه نافله لا قبل الصلاه هذه ولا بعدها، بتحضر الصلاه بتحضر الخطبه وبتتكل على الله وتروح تصلي الارحام للارحام ابناء السجناء ابناء الشهداء الايتام الغلابه المساكين وتمسح على رؤوسهم وتعطيهم الفلوس اللي انت بتعمله ان شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا. يستحب اول يوم يبقى فيه صله ارحام، يعني البرية بقولها وقت ايش؟ لما يكون في وقت مع الواحد، يعني الساعة مثلا العصريات بعد العصر بده يروح يزور، يعني حتى لو يوم رابع هو ده يوم فرح يعني حسن بعد ما يخلص الأحياء يروح للأموال. ثلاث أيام التشريق مكروه يروح على البرية، أيام أكل وشرب وذكر لله وأول يوم عيد الأضحى. لا في أحاديث على كل حال يخلصوا من الأحياء لكن الفرح الصحيح يوم الأقصى يرجع للمسلمين، لكن احنا ما نحن نصدار
الاخر من الفرح واللعب والله ولا خير، لانه ايام فرح ولعب وقدم شغل زي ما بيقول ابو محمد ونسال الله عز وجل.